أكثر شيء مقلق للعراقيين هو هاجس الصدام الشيعي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، لأن الطرفين عندهم سلاح وجمهور، والطرفين أمام خيار واحد من اثنين، أما صدام ودم وقتل أو تفاوض واتفاق. لكن المسألة هنا تأخذ بعدين. الأول هو أن التيار الصدري يريد حكومة أغلبية وطنية يكون الإطار جزء فيها ولكن من دون سلاح أو فصائل. أما في الطرف الثاني أكو الإطار التنسيق اللي يريد توافق حتى يدفع الأمور بقصبة مثل ما يقولون وتنتهي مسألة التصعيد على خير. لكن هذا المشروع ربما ما يمشي لأنه الصدر واقف ركبة ونص ويطالبوا بحل الحشد والفصائل، وهذا شفناه تجسد بفكرة التيار الوطني الشيعي اللي ربما صار هذا الطلب إلى معالجة قانونية لسلاح الفصائل تتضمن إلحاق سلاحها بهيئة الحشد الشعبي من حيث القيادة والإدارة، وهو نفس الأمر الذي قد يدفع تلك الفصائل إلى الذهاب نحو العمل السياسي بعيدا عن العمل العسكري. ولذلك بات الجميع يدرك أنه أكو مسار غير مقبول شعبيا وأنه رصيد الفصائل صار يتراجع، وعلى هذا الأساس ستكون القرارات القادمة ربما أكثر عقلانية، خصوصا وأنه الصدر رفع راية التيار الوطني الشيعي المقبل وراح يرفع وياها شعار واحد لا مفر منه يقول إحنا نحتاج الحشد الشعبي الوطني المبني على نظام مؤسساتي لكونه بدأ يتضرر من المزايدات السياسية والسجالات.